يبدا حياته راعيا للابل ثم تاجرا حتى يقتحم الحياه السياسيه فيصبح واليا على صحار وفي اغسطس من عام الف وتسعه ينادى بأحمد بن سعيد البوسعيدي إماما على عمان، بعد أن أبلى البلاء الحسن في تحرير صحار من الفرس، فينجح في توحيد البلاد، والتنظيم الإداري والعسكري والمالي. ليبدا التعامل مع الملفات الاقليميه والدوليه وكانه كان يعلم بانه يؤسس لحكم سيدوم الى اليوم يصفه المؤرخ والرحاله الاسكتلندي الذي التقاه على بارجته ذات الاربعين مدفعا ببساطة لباسه الأبيض وتجرده من أي زينة وأنه على خلق ورجولة وبأن مسقط محمية بحامية قوية جيدة. ذلك هو أحمد بن سعيد وأكثر. احدى ماثره الكبيره نجده البصره من الغزو الفارسي عام الف وخمسه وسبعين استجابه لطلب من ثامر بن عبد الله السعدون زعيم قبائل المنتفق في البصره فيكلف ابنه هلال بقيادة سفينته الرحماني التي تتقدم أسطوله الكبير المجهز خصيصاً لهذه المهمة بعدته وعتاده تنجح الحملة في فك الحصار عن البصرة ونتيجة لذلك تتقوى العلاقه بينه والسلطان العثماني عبد الحميد الاول الذي خصص مكافاه سنويه للامام احمد بن سعيد ظلت تدفع حتى عهد حفيده سعيد بن سلطان ويسمح للتجار العمانيين بالمتاجره في العراق وتعود الرحلات السنويه للاسطول العماني المحمل بالبن للبصره بعد رفع الرسوم التي كانت تفرض عليه وتزدهر التجاره العمانيه هناك ليصل عدد السفن التي ترتاد البصره سنويا الى ما يقارب الخمسين سفينه